أنا عايزة أطلب منك طلب بس مكسوفة شوية. اتفضلي يا خالد. عايزة حاجة من ريحة أختي، هدومها. يعني هو طب هنشوف كده بس، وه يعني اشوف ايه اللي ينفع وهطلعه لحضرتك. حاضر. احنا لسه هنشوف دلوقتي. خير البر عاجله. ليه بقى؟ عشان ناخد اللي ينفعنا واللي ما ينفعناش نفرقه، نفرقه على الناس يقروا لها الفتحة وهي تاخد ثواب. قومي قومي على طول، قومي يا بت قومي، خلينا نخلص. خلينا نخلص ونفرق على الناس ويقروا لها الفاتحه. يقروا لها الفاتحه؟ امال ايه؟ لا يا خالتو، لا معلش معلش، كفايه كده، سيبيني دول. طيب يا حبيبتي. ايوه اهدى. لا دي شباب قوي، تليق عليك انت. انا بحب الاحمر اللي فيه الدقه البيضة كده. الله، كانت امك شاريه شنطه سفر جديده، كانت جايه لها ديليفري وانا قاعده معاها. هي فين؟ روحي بقى شوفيها هي فين وهاتيها نلم فيها الحاجات دي. يلا يلا عشان اروق لك، ده انا بفضي لك دولاب. يلا روحي هاتي الشنطه يا حبيبتي. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.